مشكله اسمها السحب الجائر للميه الجوفيه. يعني ايه السحب الجائر للميه الجوفيه؟ يعني انه احنا نبدا نحفر ابار بشكل غير منظم. لما بنحفر الابار بشكل غير منظم اللي بيجرى ان احنا بنسحب من مخزون الميه الجوفيه، وفي نفس الوقت انا مش منظم العمليه ولا منظمها هندسيا، فده بيؤدي الى ايه بقى؟ ارتفاع المناسيب بتاعه ميه الصرف الزراعي. يبقى انا لازم طول الوقت اذا كنت انا محتاج هذا البير لازم يبقى فيه نظام، لازم برجع للهيئات المختصه. طب الدوله وزاره الري تحديدا قالوا يا جماعه احنا لازم نحل ده. فوزاره الري بدات تشتغل على مشروع مهم بحيث انه تتكامل المجهودات بتاعه الدوله واهالينا في سيوه على سبيل المثال. فنبدا نطور المنظومه المائيه بطريقه بقى سليمه وعلميه ومستدامه، فتبقى انا براعي البعد الاقتصادي، براعي البعد الاجتماعي طبعا، براعي البعد البيئي طبعا، واقدر احقق الاستقرار لاهاليه هناك. فيبقى طول الوقت عنده ميه وباستدامه، فتبقى في موارد هذه الواحه المائيه موجوده مستمره لاجيال قادمه. هيحصل ايه؟ ده سؤال لازم نسال عليه وزاره الري. خلونا ناخد معانا على تليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري والموارد المائيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك. هنعمل ايه في مساله السحب الجائر للميه الجوفيه ده يا فندم؟ هي اسبوعيا الواحد فيها على مدى سنين طويله كانت واجهت مشكله حقيقيه مفيده لزي حضرتك ذكرت كده، السحب الدائر للمياه الصيفيه بكميات كبيره. وابدا السحب الدائر لكميات المياه زياده عن اللزوم دي لحدوث وجود كميات كبيره من الصرف الزراعي. الصرف الزراعي ده بيتجمع في برق يمكن اشهرها برق سيان. طبعا في زياده كميات من الصرف الزراعي ادت الى تدفق المياه الزائده عن الاحتياج او عن كثره نزول البلد وتاثيرها على الاراضي الزراعيه اللي زادت فيها كميات المياه الارضيه اللي اثرت بشكل سلبي على النباتات في الواحه، وبالذات طبعا في سيوة مشهوره بزراعات الزيتون وباقي النخيل اللي اتاثرت بشكل للاسف سيء جدا نتيجه لزياده كميات مياه الصرف الزراعي وزياده الملوحه. بالاضافه طبعا ان السحب الزائد من المياه الجوفيه بيسبب ملوحه المياه الجوفيه لما بتزيد بشكل غير محسوب. فبقت المياه كلها فيها درجه عاليه من الملوحه. المشكله دي للاسف استمرت على مدى سنوات طويله الى ان طبعا القياده السياسيه وجهت باتخاذ اجراءات حاسمه ونهائية لحل هذه المشكلة. تم التنفيذ بالفعل بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأساتذتنا المتخصصين في كلية الهندسة في جامعة القاهرة لوضع وتنفيذ حلول لحل هذه المشكلات الخاصة بزيادة كميات السحب من الخزانات الجوفية وزيادة كميات مياه الصرف الزراعي الناتجة عن زيادة كميات المياه المسكوبة. الاجراءات اللي تمت خلال الفتره الماضيه والحمد لله من مقاطع الخطوات وصول كبير جدا في مجال تطوير مياه السيوان. اولا كما يتم تقليل كميات المياه الجوفيه او السحب الجائر للمياه الجوفيه، تم اغلاق العديد من الابار العشوائيه اللي كانت تنشغل وتسحب المياه الجوفيه من الخزان الجوفي السطحي الموجود في مياه السيوان واللي كانت الميه فيه ازدادت فيها درجه الملوحه. تم اغلاق كبير من هذه الابار بحفر ابار اخرى بتاخد من يعني خزانات جوفيه عميقه الميه فيها بدرجه ملوحه قليله جدا، ويتم خلط الميه اللي بتتسحب من الخزانات الجوفيه العميقه مع الابار المتبقيه من الخزانات الجوفيه السطحيه بحيث يبقى في عندنا ميه الملوحة بتاعتها معقولة ومتوسطة تصلح للزراعات النخيل والزيتون وغيرها من الزراعات الموجودة في الواحة. ده كان يعني يمكن المحور الرئيسي تم العمل عليه، وتم حفر العديد بالفعل من الآبار العميقة
لإغلاق العديد من الإدارة الصحية. طيب ده كلام كويس جدا. الجانب الآخر الخاص بزيادة كميات الفرق الزراعي، وطبعا دوت في محورين تم الغنى من خلالهم لتقليل هذه المشكلة. الخطوة الأولى هي تدعيم الجسور الموجودة في واحد فيها، دي جسور البرك بتاع الصرف الزراعي، كان لازم يتم تدعيمها لأن مع ارتفاع كميات المية الجسور دي تأثرت بشكل كبير. فتم تنفيذ أعمال لتدعيم هذه الجسور وحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على جسور هذه البرك الخاصة بالصرف الزراعي. بالإضافة إلى كده تم فصل القناة بيجري حفره بالفعل حاليا بطول يتجاوز 33 كيلو متر لإخراج جزء من كميات الصرف الزراعي الموجودة في هذه البرك إلى خارج الوسط، وفي منخفض اسمه الجنبي موجود إلى بعد حوالي 33 كيلو من بيرس السيوان، وسيتم نقل جزء من مياه الصرف الزراعي الموجودة في بيرس السيوان إلى منخفض الجنبي بحيث يتم تقليل المناسيب في واحد في بركة سيوة اللي كانت بتأثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية. فهنا احنا بنتعامل مع تمرين اللي احنا بنقلل أو بنغسل استخدام المية الزراعية، بنقلل حتى ملوحة المية الجوفية اللي طالعة واللي بيتم استخدامها في الزراعة، ومن جانب آخر بنتعامل بشكل يخفف من تأثير زيادة كميات مياه الصرف الزراعي اللي أثرت سلبا على الأراضي الزراعية وعلى الإنتاجية المحصولية. الإجراءات دي ابتدت بالفعل من فترة وما زالت جارية حتى الآن، وابتدى يظهر تحسن واضح في المحاصيل الموجودة في واحد فيها، وتحسن في المنظومة البيئية كلها في واحد فيها اتحسنت بشكل كبير، وده هيحط في سعادة واضحة عند الأهالي. نقطة فرق إن الدولة بكل مؤسسات المختلفة، أنا مش بس وزارة الري وزارة الري والهيئة الهندسية وكلية الهندسة، والقيادة السياسية بتكشف على هذا الأمر باستمرار وتتابع التطور في هذا المشروع الهام. أهالي الوقت بتحكي إن فعلا الدولة يعني حاسة بالمشكلة واتحركت، مش مجرد بس كلام، اتحركت بمشروع ثقيل يتنفذ على الأرض، وخاصة بفرق كبير جدا في جودة المية وفي انتقاد مناسيب الصرف الزراعي في الوطن بشكل انعكس بشكل ايجابي واكثر من رائع على المستوى البيئي في الوطن، من على مستوى الانتاجيه المحصوليه اللي بتسبب تسترد عافيتها مره اخرى. يعني من حتى الاهالي نفسهم بيقولوا احنا المشروع دوت اخطي واخد فيه مره ثانيه بعد ندوات للأسف من التدهور والإهمال، ابتدت الواحة تسترد وحالتها الطبيعية اللي كانت موجودة من فترة وللأسف تدهورت، ابتدت الواحة تحصي مرة ثانية بفضل الحمد لله هذا المشروع. طب باشمهندس محمد، هل أنا عندي آلية ما لمسألة التنسيق ما بين أهالينا في سيوة وما بين الحكومة في الحالة دي، الوزارة المعنية عند حضراتكم في الري، بحيث أن الموضوع ما يتكررش تاني؟ يعني إذا حد محتاج شيء ما يقدر يرجع للوزارة، بس هل في آلية لتنظيم ده؟ طبعا احنا عندنا يعني إدارة للمية في مطروح الحقيقي. أيوة. يعني يمكن على مدى الساعة مع شيوخ القبائل ومع أهالينا في سيوة، يعني تواصل مستمر، يعني كل الخطوات اللي تم تنفيذها في المشروع، يعني مش بس انه الجهات ومؤسسات الدولة اتفقت ونفذت وخلاص، لا، بالاتفاق مع الأهالي وبدعمهم ومساعدتهم لكل خطوة من خطوات المشروع. التواصل مستمر حتى الآن بين أجهزة الوزارة وبين حتى يعني وبالتالي القوات المسلحه والهيئه الهندسيه اللي بيشتغلوا على الارض في الواحه، يعني تواصل مستمر مع اهالي الواحه ومع شيوخ القبائل في الواحه. لدوت الحمد لله يمكن السر في نجاح هذا المشروع ان شاء الله كمان استدامته، وخاصه ان الاهالي كثير هم نفسهم الفرق الكبير اللي احدث في هذا المشروع من الحياه عندهم، ويخليهم هم نفسهم هما اللي يحافظوا عليه علشان استمرار هذا النجاح
ليهم وللاجيال القادمه ان شاء الله. باذن الله. انا بشكرك جدا باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري والموارد المائيه، كل الشكر.